السلام عليكم، عدنا للعبة هيرثستون واليوم نلعب شوية رانكت، واليوم حنجرب خلطة بالهنتر. عم جربها، ما بعرف إذا منيحة ولا لا، يعني جربها شوي شوف شو وضعها شو قوتها. ساعتي عم جرب طبعا مثل ما جاوبت المشاهدين بالمرة الماضية. بصراحة عندي خلطات جاهزة أو معتمد عليها عندي، بس لسا بدي أجرب شغلات تانية، ما لازم أحصر حالي بخلطة أو بخلطتين أو بثلاثة. مشان هيك عم جرب كتير. وقت تستعمل الخلطات القوية بنزل على الرانك المنيح، مثلا 13 12. وقت تستعمل الشي السيء برجع بخسر بخسر، بطلع على 20 تقريبا. يعني على التجريب. المهم اللي بدنا نقوله إنه بدي أعتمد الشي النهائي النهائي وقت يصير في عندي ليجندريات الكلاسات المعينة اللي لسه ما طلعت لي منها أبدا. وقت يصير عندي منها خلاص. هاي الخلطة معتمد على بيست كتير حيوانات، يعني ما في غير هالسيكرت واحدة بكل الخلطة. بدايته رائعة، بدايته رائعة، بس في شي منيح انه حيضرب فاير بول على هاد، حيصير دمجه 5 ويضربني ضربة، بس ححط السيكريت بصير بقتله خلاص. ثلاثات او فيني اعمل هيك، لا على المضمون ما حقدر خاطر من اول لعبة اكل 10 دمج. هيك على المضمون ما باكل 10 دمج. مات خالص. انت شو هاد؟ لانه حظ مبسوط كثير. هذا الليجندري اللي عندي الوحيد كهنتر، يعني هذا حصل الهنتر، هذا الليجندري بس ما له ليجندري خيالي، بس حلو. يعني 8 8 شارج، حقه 9. لو حقه 8 كنت اعجبت فيه كتير، بس هو حقه 9 بتفرق، بتفرق كتير انه يكون في عندك يا مع 2 مانا تلعب شغلة تانية، ضربة كذا راوند اي شيء. 9 ما فيك. اذا خصمنا عم بيحرق السحور اللي بايده، عم بيستعملها ليحتل الارض ويضرب بهاد. ما بدا تفكير، لازم يضرب فورا. يلا انطلق. وهيك 2 1 5. هذا ظريف. روح يلا روح، شايف لك روح هاد. يلا نشوف شو معك. نزل نزل من الايد اللي معك ياها، نخبي كروت. ليش تانك؟ تاك ثلاثة. ان شاء الله يضل عايش الداستينجو تبعه وينزل الكروت عشان اقدر اعمل كومبو. 6 2 2 4 تمام. What to do? What to do? كرت كرتين، كرت بيعطي كرتين حية، سبيل بيقوي الحية. هلا كمان توزيعة. طيب وبعدين ميرور ايمج كمان. اوف انا هلا مبسوط ماني زعلان. نزل هاد ونزل هاوندز. انطلاق. 4 كروت. يلا الذئب، بس بدي الولف يا شباب. الولف ما اجى. الولف ليش؟ شو هالمشكلة هاي؟ طيب خلصنا هذا مبدئيا.
هيك نزل هاد وولف ما بده يجي الولف. طيب مين 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 هاد قتل هاد هاد قتل هاد هيك نشوف اكتر شوي ما عاد شفنا لانه هلا هاد وهاد هيك بيموت هدول. فيني فضي الارض يلا فضيها فضيها وخلص ما فكر كثير فضيها وما فكر كثير. شيء بديهي انه قتل هدول مشان ما اخذ كروت بس انا خلاص اخذت حاجتي من الكروت ما عاد بدي ما عاد بدي كروت كتير. هات خمسة طيب ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية مناح ثلاثة كرتو أربعة ممتاز ممتاز روعة بس عندي ثلاثة الله هاد دغري هيك عم فكر كتير ممتاز ممتاز ولا اوه فليم سترايك تفضل بفكر اضغطه بما انه هو مضغوط كثير وابعت له الليجندري انطلاق هاي 8 دمج على الحارك غدر هاي 8 دمج غدر ما بيكون متوقع الواحد شيب اي الاغلب يعني بس خلص ضربته 8 شو بدي احسن من هيك تعالوا ننزل ليجندري هاد نشوف شو اختراع اليوم الهيل بوت الهيل بوت ما بحب الهيل بوت كتير فكر ساوي له درع مشان يضطر يقتله نضربه ان شاء الله بس ما تهيله لإله كتير حنزعل اذا هيلته يلا هيليني الي 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 يا سلام يلا بس بدي اقتلها ان شاء الله يقتلها هلا ما بحب هذا الاختراع ابدا لانه هو بيعطي 6 هيل لاي حدا بشكل عشوائي يعني ممكن يكون اي كرت من هدول ممكن يكون الهيرو تبع الخصم الهيرو تبعي اي شيء 6 مشكله بايرو بلاست على هاد بيخلص عليه باي طريقه مجبور يقتل التونت ما في مزح يعني ما قتل التونت ما بيقدر يعبر قتلته ارتحنا من هذا الريبير هاي اثنين خالص يعني سبعة سبعة باثنين بواحد تمام هقتل هاد وحاضرب هاد هيك يعني خطة مقبولة اكيد هو لازم يفكر يخاف من هاد وبنفس الوقت بده يقتل هاد بقى هو هون بحيرة حلو هلا بيقدر يجيب كروت بسبب هالموضوع كل ما يعمل سحر بياخد كرت نفع هالكرت اللي لعبه اوه والله عبى الارض منيح يقرر بقى مين بده يقتل اذا قرر الهينة شايف انه الهينة هي اخطر شي بين الموجودين
طيب انا هلا حقول له وداعا بدون ما العب اي شيء. هاد حيضرب هاد، هاد حيضرب هاد، هاد حيضربه وسهم. خلص لسه ما لعبنا، معنا 8 معنا، ما استعملنا شيء، ما في داعي. اذا قدرنا نربح البلدن اور بريست. عنا كويست لبلدن او بريست، تعالوا نقلب بلدن. يلا ماشي الحال. هلا اجت الكويست على فكرة وانا عم سجل، بس لحالي. يلا خلصها مخلصها، لان الهانتر لهلا فهمت اني الخلطة اللي انا عاملها دغري هيك، حسيت شو القوي فيها شو الضعيف فيها، يعني فيها اشياء، فيها حدين. دمج جماعي فيها ما كتير منيح، تعتمد كتير انه يكون معنا هاوند بيدنا. اذا ما في هاوندز مصيبة، كنا بنخسر الجيم كله لو ما اجانا هاوندز مثلا. شو بخلي والله كله وحشي، كله ما بدي، بدي شيء ثاني كمان. مو هدول اللي بدي اياهم، يعني الاوز بس، بس في شغلات ثانيه كمان عندي اياها ببلد ما اجت. طيب فرجينا شو حطلع. تعب الساعة سكر الضو، سكر الباب. وحش هذا قوي مزعج، ما فيني العب اوز. يموت بهاد الضربة. هلا هو اللي حيساوي شو؟ هيستعمل هاي ويضرب هاد ويضرب هاد بالهيرو هيك على الاغلب يعني، بس لنشوف ان شاء الله ما يكون مرلوك. كل ايده مرلوكات من هدول، ما بقدر اربح مرلوكات بهاد البلدين بعتقد. حلو، هاي ما حسبنا حسابها يكون معه يعني. سوا لهذا 4-3 هو حاله ونرفيت 2 مانا كمان. اوف خلص كل كروته يا شباب. اللاعب فايت بقوة بقوة. اثنين هالمرة، هاد حنطر حط له ياه. وانت واو، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ سواله طاقته 7 للمرلوك. يا الله عنده بفين مولبة. اثنين خيالي هذا الدرويد بدايته، هي بداية الأحلام بتوقع على أي درويد بالعالم إذا معه هيك بفات تجي من أول، من تاني، من تاني لفة وإنرفيت. الله على الكومبو. يلا بس ممكن نطلع من هالأزمة اللي احنا فيها. دمج معي، دمج معي، ماشي نطلع منه إن شاء الله. بنطلع، هذا الضغط كله بيريحني انا احيانا، يعني بيخليني اعرف انه هذا الزلمه هلا ما حد عنده شيء لبعدين، او هو كتير محظوظ وعنده شغلات لبعدين بس حتجي بعدين. يعني هذا شيء تاني. ما عندي شيء من لاعب تخيلوا، ولا كارت غير هاد، هاد ما بيشتغل، لازم يكون عند الخصم كروت أكتر مني لأسحب كروت. بدي أرقص يجيني بقى، لازم يجيني أرقص هلا. أرقص، إجا أرقص، حلو. بدي استعملك الدور الجاي على الأغلب يا أرقص. هلا ليجندري تحويل لتشيكن لدجاجة. عمل له سايلنس فورا، جهز لضربة.
تقتل. يا ترى الليجندري بده يفوت علي. هلا بنشوف. ضرب الليجندري. تمام، خطتي مثل ما بدي اياها تماما. شوفوا شو صار هلا، شوفوا شو حساوي هلا. هننزل اول مولتن جاينت، ثاني مولتن جاينت، وارقص بيناتهم. هيك صار عندنا درع رهيب، وحنعمل هيل للهيرو تبعنا. شوفوا ارضنا وين كنا، اللي بيرجع للمقطع 5 ثواني لورا او حتى بيرجع دقيقه لاول مباراه كيف مضغوطين. شوف هلا شلون صار عندي الدفاع هيك وضعه. هي خطه بالنهايه. هو هون بقى حالة صدمة، حقه طبعا ينصدم. هألعب هاد السبب عشان يصير هاد ضربة 10 وقتل هاد فورا. هذا بدي اقتله بهاد، بدي ضربه 10 وهذا خليه يقتل هاد. السلام. إذا ما قتل واحد من المولتن جاينتس مات الزلمة. أو لا، هي يعني هي الحل البديل. طيب خليني أفكر بس بمين الأحسن. هو خيارين بالنسبة للجنود، حنزل هاد لأخذ هيل زيادة فوز. بس الخيارين بقى هون إنه خلي اللي طاقته قليلة ولا خلي واحد طاقته كبيرة وخلص. 2 بـ5 والله خلي قليلة، معلش نجازف شوي. طلع هيك، طلع هيك. على فكرة كان فيني خلصه. يلا معلش غلطنا. شايفين هاد، هاد قتل هي. لو ما قتله كان ضربه لإله وعمل له واحد. بكل الأحوال أنا بمرحلة ما لا أعتقد بقدر أعمل إشي شو ما صار بالعالم. يعني بده ليجندري من نوع كثير خاص ليقدر يطلع من المشكلة اللي هو فيها. خلص حينتحر على الاغلب. انتحار، نعم وداع. اذا جيم تاريخي، ما له يعني احترافي كثير، ولكن بيظهر هذا الجيم كيف قدرنا يعني ما بعرف. انا اتوقع اذا لاعب هيرثستون عم بيشاهد يمكن يقول المباراة خلصت من شي دقيقتين. يمكن يعتبر ان المباراة انتهت، ما في امل نربحها، ولكن هو هذا الكومبو هيك بدك تلعبه بالمولتن جاينتس. بدك تنقص طاقتك كتير وتنزلهم تعمل لهم تونتات. هون بقى بتطلع لاعب الخصم لعبها. انا وصلته لطاقة تحت الـ10، وصلني لـ8 او 4 او شيء، وصلته تحت الـ10 وفجأة ما عاد فيني اضربه. هذا هو المفاجأة بقى. يعني هي خطة ما لها سهلة، بس شفتوا طريقتها. اللي بيحب طبعا يعيد المقطع كذا مرة بيقدر يعيد، أو يعيد المشهد هذا ليشوف بالضبط كيف صارت، لأنه هي وما فيني أعيدها كتير. أنا هي دليل، هاي مثل دليل لهالحركة هي اللي ممكن تستعملها. ومثل ما شفتوا تعطيك مباراة بكل سهولة، خلاص يعني دورتين خالصة. شو ما حيقدر يستحمل 10 بـ20 أو 20 أو 10 أو 10 بـ10 والضربات الثانية. يعني كان تعطوا شبه كاملة للخصم وقت سويناها. بكل الأحوال بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من هيرثستون. ما تنسوا تلحقوا روابطنا موجودة فوقي كلها، تويتش تي في، جوجل بلس، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، وهي نفسها مكتوبة بالديسكريبشن باليوتيوب. ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، لايك، شير، بلس 1 على الجوجل بلس، ريتويت على التويتر، وشير على الفيسبوك. وتقولوا لنا، تكتبوا لنا تعليقاتكم حول اذا انتم استمتعتوا بهالخطه هي، شو رايكم فيها، بتحبوها ما بتحبوها كذا. هي خطه يعني واحده من مئات الخطط، لانه باللعبه هي نهايه لعبه تفكير، لعبه كل انسان بيقدر يعمل خططه الخاصه فيه، يعني ما في قاعده معينه تمشي عليها. كان معكم عمر اوان جنجن وان، وبشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.